الدربي العاصمي بين اتحاد الجزائر ونصر حسين داي لم يرقى إلى تطلعات أنصار الفريقين بدليل الغياب التام لفرص التهديف خلال المرحلة الأولى التي انتهت كما بدأت دون أهداف. أول فرصة لتهديد دفاع اتحاد الجزائر عن طريق عقبي بهذه الكيفية المضايقة من طرف المدافع فرحات. الحكم سيد بنوزة يأمر بمواصلة اللعب. وانتظرنا إلى غاية الدقيقة 73 أي 3 دقائق بعد دخول البديل دهام وهذه الركنية والكرة التي حاول دفاع النصرية إبعادها وجدت دهام بالرجل اليسرى تمكن من إسكان الكرة داخل شباك حارس النصرية ناتش مسجلا الهدف الأول لفائدة اتحاد الجزائر. 10 دقائق بعد ذلك نفس اللاعب دهام وبعد تلقيه كرة في العمق المضايقة من المدافع خديس الحكم سيد بنوزة دون تردد أعلن عن ضربة جزاء لفائدة اتحاد الجزائر وأنظر المدافع خديس ضربة الجزاء نفذها وسجلها دهام مضيفا إلى رصيده الشخصي الهدف الرابع منذ بداية الموسم. وفي الوقت بدل الضائع الحكم بنوزة أشهر البطاقة الحمراء في وجه المهاجم حميتي بعد عرقلة بالساحة من نصر حسين داي لتنتهي المباراة بتفوق صعب لاتحاد الجزائر بهدفين دون رد.